أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل نجزم بأن الصحابة رضي الله عنهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجزم بأنهم من أهل الجنة ولا يدخلون النار؟ العموم نعم، العموم نعم، كل صحابي ما دام لم يرتد فهو من أهل الجنة، لكن لا بأعيانهم، لا بأعيانهم، لكن نرجو لهم، نجزم أنهم أنهم في الجنة، لكن أفرادهم نرجو لهم الجنة، نرجو لهم الجنة، ولا نشهد لأحد، ما نشهد لأحد. نعم.